الحمد لله رب العالمين، الذي أرسل نبيه سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بالإسلام رسولًا، وأنزل عليه كتابه القرآن مفصلًا تفصيلًا، فأعز به من أطاعه، وأذل به من عصاه، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دبر كونه بقانون محكم وناموس منظم. سبحان من قهر الورى ولحكمه عنت الوجوه، أهل الحقيقة في مرايا فكرهم قد شاهدوه، عرفوه في أقداره وبعقلهم قد قدسوه، حتى إذا كشف الحجاب عن البصائر وحدوه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، واحشُرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن لله تبارك وتعالى في خلقه وكونه سننًا لا تتخلَّف، وقانونًا لا يتوقَّف. سننًا من عرفها والتزمها فقد عرف، ومن لم يعرفها فقد انحرف. سنن الله عز وجل في كونه الفسيح تتسم بالعموم والشمول، لا تتخلف أبداً، فهي مضطردة على مر العصور والدهور. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً، وقال عز من قائل: فلن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله تحويلاً. ومن سنن الله تعالى الكونية الشاملة والعامة التي لا تفرق بين إنسان وآخر أن الجزاء من جنس العمل. فيقول الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. عباد الله، من سنن الله تعالى الكونية أن كل إنسان يجازى بما عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فهكذا نرى إخوة الإيمان أن الجزاء من جنس العمل. وكذلك من سنن الله الكونية الابتلاء والاصطفاء. فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه متحدثًا عن الابتلاء والامتحان: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لماذا يتحدث الله في كتابه عن الابتلاء؟ إنه يعد الشخصية المسلمة لتتلقى هذا الأمر وتوطن نفسها عليه، ليتلقى المؤمن هذه البلاءات والامتحانات بصدر رحب، فإنه إذا استعد للبلاء قبل نزوله كان نزوله ووقعه خفيفاً على العبد، كما قال القائل: يمثل ذو اللب في لبه شدائده قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا. وذو الجهل يأمن أيامه وينسى عواقب من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. كذلك عباد الله، من سنن الله الكونية الاصطفاء، فالله تعالى يصطفي من يشاء لما يشاء وكيف يشاء وفي الوقت الذي يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، ويقول عز من قائل: الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، فهو سبحانه وتعالى يختار من يشاء ليضع فيه هباته وكراماته، فلا ينبغي للعبد أن ينظر إلى ما في يد غيره، لأن الله عز وجل قسم الأرزاق فقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالإنسان ينبغي أن يقنع بما آتاه الله، ولا ينظر إلى ما في يد غيره من العباد، عباد الله. كذلك من السنن الكونية ارتباط المسببات بأسبابها، فالذي يجتهد ويجد في عمل من الأعمال فإن الله ينجحه كائناً من كان، بغض النظر عن اللون والجنس والدين والعرق، فمن جد وجد، ومن يزرع يحصد، ومن يجتهد ينجح. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فهذا أمر عام وشامل لا يختلف فيه بشر عن بشر أو إنسان عن إنسان. كذلك عباد الله، من السنن الكونية التي ينبغي أن نراعيها أنه لا يمكن أن تقابل إساءة إنسان في حياته، أساء عمله لا يمكن أن يقابل بإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الذي يعمل عملاً صالحاً، الذي يقدم لنفسه عملاً صالحاً يرى عاقبته حسنة، والذي يقدم غير ذلك يرى ما قدم لنفسه. هذه هي سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. عباد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى مراضيه، وأن يجنبنا مناهيه، وأن يجعل مستقبل حالنا خيراً من ماضيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه
في كل لمحه ونفس عدد ما وسعه علم الله. اذا ما شئت ان تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد. وتيسير الامور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد. توجه ان اردت قضاء دين الى كنز الصلاه على محمد، تجد فرجا قريبا يا اخانا لجاه نبينا طه محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. وبعد، فيا عباد الله، ان من سنن الله تعالى الكونيه التداول في الغنى والفقر، فلا يدوم حال انسان، لا يدوم حال انسان. الغني قد يفتقر، والفقير قد يمن الله عليه بالغنى. فعلى كل انسان ان يقوم في حاله بما اقامه الله فيه. فالغني ينبغي عليه ان يشكر، والفقير عليه ان يصبر، وعليه ان يجد ويجتهد ليغير هذا الحال الذي جعله الله فيه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فلا حال يدوم، هذه سنه الله عز وجل. لا غنى يدوم، ولا فقر يدوم، ولا حزن يدوم، ولا سرور يدوم. أخا الإيمان، وطن نفسك على هذا حتى يرتاح قلبك. الحزن لا يدوم، فأعرض يا أخي عن الهموم، كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء. أبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. إخوة الإيمان، إن معرفة السنن الكونية ودراستها وتطبيقها في حياتنا يؤدي إلى أن نسير فيها وفق منهجية ربانية. إذا عرفت هذه السنن الكونية فإنها لا تتخلف، هي السنن التي حكم الله بها العالم القرون الأولى، وحكم بها القرون الحالية، وستحكم بها البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعليك يا أخي المسلم أن تدرس السنن الكونية، سنن الله الكونية في كتابه، حتى تكون على بصيرة من أمرك، وأن تلهم رشدك وصوابك في كل أحوالك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المصطفين الأخيار، وأن يجعل حلاوة ذكره على لساننا وفي جناننا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا، وأمن جندنا، ويسر أحوالنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا أمناً أماناً، سلماً سلاماً، سخاءً رخاءً، وكل بلاد العالمين. أخا الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حقاً وصدقاً ويقيناً لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيدنا مولانا محمدٌ عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. استووا، اعتدلوا، تراصوا، الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. الله سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يلا